كان صوت فرنسا هو الأعلى، بات صمت فرنسا منذ أسبوع أكثر دوياً من كلامها، لأنه صمت المحرجين المربكين بل المطعونين في الظهر، كما قال مسؤول عسكري فرنسي بارز تعليقاً على سلسلة خطوات أمريكية في النيجر. كانت باريس ترغب في اتخاذ خطوات نحو تطويع الذين انقلبوا على الرئيس محمد بازوم، لكن خطوات التطبيع الأمريكية تلاحقت كما يسميها الفرنسيون همساً. باحثون في معاهد دراسات هنا يعتبرون أن قوات الجيش الفرنسي في النيجر باتت عملياً رهينة ما يحصل. الشعب في نيامي غاضب جداً على فرنسا. جنودنا ذهبوا إلى هناك لقتال الإرهابيين وليس لقتال شوارع. ورغم التعاون الاستخباراتي بين الفرنسيين والأمريكيين في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، إلا أن باريس تشعر بالقلق إزاء التعاون الأمني العسكري بين واشنطن والسلطات الجديدة في نيامي، وهو تعاون يلعب فيه رئيس الأركان الجديد في النيجر موسى برمو دورا محوريا، وهو الذي كان قبل الإطاحة ببازوم قائدا للقوات الخاصة بعد أن تدرب في الولايات المتحدة، حيث كان أطلق عليه لقب رجل أمريكا. أما فرنسا فلن يبقى لها رجل ولا رجل في النيجر، لأن جنودها سيختارون قريبا على الأرجح بين مغادرة تشبه الفرار وبقاء لن يبقيها بين الكبار على الأقل في هذه المنطقة من العالم. حسين قنيبر، العربية، باريس. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.